نبدأ بالأحداث الجارية في العراق، فقد تظاهر المئات من مناصري الحشد الشعبي قرب أحد مداخل المنطقة الخضراء وسط بغداد، احتجاجا على ما وصفوه بتزوير شهدته الانتخابات التشريعية المبكرة. وأفاد مراسلنا في العراق بأن متظاهرين رافضين لنتائج الانتخابات بدأوا بنصب خيام لتنفيذ اعتصام مفتوح أمام المنطقة الخضراء ومفوضية الانتخابات في البصرة. وحاز تحالف الفتح الذي يمثل قوى الحشد الشعبي على 15 مقعدا في الانتخابات الحالية، فيما كان يشغل 48 مقعدا في البرلمان السابق. من جانبها نفت مفوضية الانتخابات العراقية رد الطعون على نتائج الانتخابات، فيما أعلنت استمرار تلقي الطعون حتى نهاية يوم الثلاثاء. هيوا عزيز مراسلنا في أربيل معنا ليعطينا تفاصيل أكثر حول ما يجري في المنطقة الخضراء وما سيقدم عليه المعتصمون هناك. بالفعل فضيلة، كما أشرت، بضعة مئات من أنصار القوى الرافضة لنتائج الانتخابات وهي القوى الخاسرة في هذه العملية طبعا متجمهرون حاليا في إحدى بوابات المنطقة الخضراء ويهددون بالقيام بأعمال شغب و يعني إثارة وضع غير مستحب أو غير مقبول من جانب السلطات العراقية، انتشار أمني مكثف في محيط المنطقة الخضراء. المشهد يحكي بوضوح قصة الصراع بين الكتلة الصدرية التي من المرشح أو من المفترض أن تتولى رئاسة الحكومة بحسب نتائج الانتخابات كونها الفائز الأول، وبين الجهات الموالية لإيران أو المدعومة من إيران وهي ميليشيات الحشد الشعبي المدعومة من إيران. الكتلة الصدرية تقول بأن الحكومة القادمة إذا تشكلت برئاسة الكتلة الصدرية فإن أول خطوة ستقدم عليها هي حل هذه الميليشيات، وبالتالي القوى الداعمة لهذه الميليشيات بطبيعة الحال هي خاسرة في العملية الانتخابية، قطعا سترفض هذه العملية ولذلك تلجأ إلى كل الأساليب كما تقول قياداتها من أجل يعني منع الصدر من القيام بهذه الخطوة فيما إذا تشكلت الحكومة القادمة. لذلك هي تسعى منذ الآن إلى عرقلة تشكيل هذه الحكومة والطعن في نتائج الانتخابات واتهامها بأنها مزورة وغير مقبولة من قبل هذه الجهات، لذلك تسعى إلى إثارة القلاقل منذ هذه اللحظات من أجل يعني عرقلة تشكيل الحكومة. ولكن الحكومة ماضية، الجهات الفائزة في الانتخابات ماضية في جهودها ومشاوراتها من أجل تشكيل الحكومة في انتظار ما سيصدر عن المحكمة الاتحادية بخصوص الطعون المقدمة حول نتائج الانتخابات من قبل الجهات الرافضة. شكرا لك هيوا عزيز مراسل سكاي نيوز عربية في إربيل.